13 يا رب سدد الرمى يا رب يا رب يا رب يا رب. الله اكبر الله اكبر. الفرقه 13 استهداف دبابي على جبهه مورك فريق حلب الشمالي. الله اكبر. الفرقه 13 استهداف دبابي على جبهه صياد في ريف حماس الشمالي. الله اكبر الله اكبر يا رب يا رب. الله اكبر الله اكبر. الفرقه 13 استهداف دبابي على جبهه صياد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اجرات استهداف دبابي. الله اكبر. استهداف دبابي على حاجز مغير بصاروخ تاو بتاريخ 7/10/2015. الله اكبر والعزه لله. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. بعد 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 انت يا ابو الدوشكه. بعد انت يا ابو الدوشكه. بعد 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 يا رب يا جسر. هذا فيلم خاص. بس ليش اقرب فريق حماس الشمالي. الله اكبر فريق حماس الشمالي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فرقه 13 استهداف دبابي على جبهه بوريك. يا الله اللهم سدد الرمي يا رب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الفرقه 13 سيدي حاجز المصر يا رب. يا رب. الله اكبر استهداف دبابي في معركبي. الله اكبر الله اكبر. تدمير دبابي في العقبي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الفرقه 46 استهداف مدفع 57. الله اكبر جوبر. الله أكبر الله أكبر يا الله. الله أكبر هاي طياراتك يا بشار. هاي طياراتك يا بشار. ما في داعي للطقطقة. Thank you.
تمير الله اكبر الله اكبر كتيبة الحمزي الله اكبر 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 ارجع ارجع يا عدي ارجع اخوي هلا بصير سلم تصور خليك اسم الارض وصورها الله اكبر الله اكبر والعزه لله كتيبة الحمزي اسد الله وكتيبة الشهيد عبد الله بكار تفجير دبابة 72 جاءت لمهازرتك كتيبة الضبع الله أكبر والعزة لله الله أكبر الله أكبر هذا مصير دبابات الأسد الله أكبر الله أكبر والعزة لله الله أكبر 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 سدد رمينا الله اكبر العزة لله صقور الشام كتيبة الحطاب تفجير دبابة للجيش الاسدي حرقت انحرقت الله اكبر الله اكبر العزة لله انحرقت الله اكبر عزة لله انحرقت الشام الله اكبر الله اكبر والعزة لله والله ما اخبرتكم على اخر الطريق يا كلاب انحرقت يا روح انحرقت الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولعت الله اكبر الله اكبر